بام، الذهب ما مزح. كسر بام، وصل للتيك بروفيت. التيك بروفيت وصل له، وصل للتيك بروفيت. الحمد لله. رمضان كريم عليك أخوي سام. أخوي سام، هذا الحساب تم فتحه اليوم بمبلغ 3000 دولار. هاي الصفقات، هذا شغل اليوم طبعا. المربح حساب أكثر من 50% بالاعتماد فقط على البرايس أكشن على حسب توصياتك انت يعني. الحمد لله في نتائج كويسة. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في تحليل البيتكوين. لكن قبل البدء ادعوكم الى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، سأضع لكم رابطها اسفل في صندوق الوصف. في هذه القناة نضع اخر عروضنا، عرض دورتين بسعر دورة واحدة، تحصل على دورة تحليل موجي ودورة البرايس اكشن، دورتين متكاملتين تمشيان في طريق المنطق، يعني تعليم مدرسة المنطق، فقط ب197 دولار، 34 فيديو مسجل، 25 ساعة من المعلومات. سأضع لكم رابط الاشتراك أسفل في التعليقات، هو رابط التليجرام، خذوه كاملا. اطلبوا رسالة صوتية باسمكم، لا نقبل الدفع بالكريبتو، كل من طلب منك كريبتو فهو نصاب، احذروا النصابين أصدقائي. لا تنسوا الذهاب إلى الموقع biprowavetrader.com، في هذا الموقع هناك بعض الكتب المجانية يمكنكم تحميلها مجانا، كذلك هناك مقالات يمكنكم قراءتها. إذن الموقع هو biprowavetrader.com، biprowavetrader.com. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في القناة هو ده مغزى تعليمي وتثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة الأملاك في الكذب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلب منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروض. طيب، بيتكوين، ما لدي في البيتكوين؟ لاحظوا معي، البنية الأساسية تقول أن هذا تصحيح لكي نحصل على مثل هذه الموجة في المستقبل للآلة، هذه البنية الأساسية. طيب، لكي أحصل على تلك الموجة الصاعدة أحتاج أن تكتمل بنية آخر موجة هابطة للتصحيح، لأن التصحيح به ثلاث موجات 1 2 3 تكتمل لأقول بوم، صوت البيتكوين صاعد. عندما حللنا بنية هذه الموجة قلنا أن هذه الموجة هي على شكل 1 2 3، ثلاث موجات. هذا التصحيح جيد مكتمل رائع مناسب لهذه الموجة وهذه الموجة، وقلنا أنه البيتكوين إذا صعد وارتد بنسبة 100% لآخر موجة التي هي هذه الموجة وصحح هنا، هذا يقول لصعود. صحح بقي في الثلث الأخير، هذا يقول لصعود، الشيء الذي لم يحدث، بل بالعكس الذي حدث أنه ارتد بنسبة تقريبا 90%. هذا يقول لي شيء واحد، أنه ربما هناك بائعين في هذه المنطقة لم يتركوا البيتكوين يبقى في الثلث الأخير، يعني هناك قوة في هذه المنطقة. مرة أخرى صعد السعر وقلنا أوكي، إذا أعطانا تصحيحا هنا يمكن أن يصعد، نفس الشيء، قوة ظهرت وأرجعت السعر بنسبة يعني 70% أو 60%، أوكي هناك قوة. هذه المرة كذلك قلنا نريد أن يصحح في هذه المنطقة إذا أردنا الصعود، ونفس الشيء لحد الساعة. لاحظوا، تم إرجاع السعر البيتكوين إلى النطاق الذي حددناه، إذا تذكرتم تم إرجاعه إلى النطاق. مما يعني، هل يمكن أن يكون هذا اختراق كاذب فقط مثل هذه الاختراقات الكاذبة، ويعود البيتكوين إلى هنا، يبقى في هذه المنطقة وربما ينزل ثم يعود؟ والله ممكن. لذلك قلنا انتبهوا، نريد تصحيحا في هذه المنطقة قبل أي شيء، لأن هذا البيج بوي الذي أحدث هذا النزول، وهذا البيج بوي نفسه الذي أحدث هذا النزول، ممكن مرة ثانية يحدث. نحن في نفس المنطقة، نفس المنطقة، ما يتغير شيء.
إذا نزلنا إلى فريم الأربع ساعات ماذا لدينا؟ لاحظوا، إذا تذكرتم قلت أن البداية الموجة الدافعة من هذا النطاق، إذا هذه هي الموجة الدافعة، إذا نحتاج إلى تصحيح كبير للصعود، وهذه الحركة قوية، مما يعني أن ربما إذا صعد السعر هنا ثم عاد هذا يقول لي تصحيح، لماذا؟ للصعود. وإذا قلت الهبوط أحتاج إلى تصحيح هنا للهبوط، أحتاج إلى تصحيح للهبوط. طيب إذا قمت بتكبير بعض الشيء هل نحن في تصحيح الآن؟ ربما إذا أردت أن أراه بشكل أوضح ربما نكون في تصحيح، ربما نكون في تصحيح الآن. لاحظوا هذا التصحيح هنا، إذا لاحظوا تصحيح هكذا صعد ربما يعود ثم يصعد ثم إذا لم يكن هناك divergence أسفل، لأنه قد تكون هناك divergence فهذا للنزول. لاحظوا معي إذا حضرنا المقدي لاحظوا كمية الديفرجنس الموجودة هنا، يعني إذا عاد البيتكوين وكسر يجب أن تكون لديك استراتيجي، لأنه سيكون هناك ديفرجنس خطير جدا، يجب أن تكون لديك استراتيجي لأنه ممكن يكسر ثم بوم يعود. انتبهوا من هذا الأمر. وإذا تذكرتم ماذا قلنا؟ قلنا البيتكوين أعطاني حركة قوية ثم حركة قوية ثم نزل، قد يصحح هنا وينزل ثم يعود يعطيك تلك الحركة القوية هكذا ثم ينزل. انتبهوا هذا الأمر. لذلك ما دام هذه حركة قوية هناك احتمال كبير أن تكتمل في المستقبل، يكون هناك رانين فلات هنا للنزول. وقلنا إذا ابتعد البيتكوين كثيرا عن هذه المنطقة وصحح أسفلها ستكون هذه منطقة تمركز أموال شريطة أن لا يكون هناك ديفرجنس في الكسر، ديفرجنس وهذا يعني نزول لكسر القاع، هذا قلناه في الفيديوهات. متى سأتوقع الصعود؟ الصعود سأتوقعه بصورة بسيطة واضحة سهلة بسيطة جدا، هو لكي يتجنب كل المشاكل، هو عندما يعود يبدأ بكسر مستوى 48,000 دولار، هنا سأقول خلاص هذا تصحيح مكتمل للصعود. خلاص إذا لم يكن هناك ديفرجنس هنا على فريم 4 ساعات، لأن هذا تصحيح فريم 4 ساعات، إذا لم يكن هناك ديفرجنس على فريم 4 ساعات يمكن المحاولة. بالتالي الآن نحن في مفترق الطرق، في مفترق الطرق، إذا كان هذا تصحيح لهذه الموجة الدافعة سيعود البيتكوين يكسر شريط، وإذا تم كسر هذه المنطقة ليس هناك ديفرجنس بين هنا وهنا يمكنك البحث عن الصعود. إذا كانت هناك ديفرجنس يجب أن تكون لديك استراتيجية. إذا بقي البيتكوين هنا بدأ، لاحظوا هذه الموجة الدافعة، لاحظوا هنا كان النطاق، لاحظوا هنا كان هذا النطاق، هذا هو النطاق. أوكي، إذا الموجة الدافعة صعود نطاق ثم موجة دافعة، أين بدأت؟ من هنا. أوكي، إذا هنا تم يعني هذه الموجة قوية ارتدت بنسبة 100%. طيب إذا بقي السعر في هذه المنطقة ولم يستطع أن يسعد المشترون، إذا بقي في هذه المنطقة هكذا لم يستطع المشترون أن يصعدوا السعر أكثر وتم الكسر بقوة، وكما قلت يجب أن لا تكون هناك divergence، هذه منطقة تسمى منطقة تمركز الأموال شريطة لا تكون هناك divergence، منطقة تمركز الأموال للنزول، هذه آخر منطقة يمكن أن يتوقف فيها السعر قبل أن يطير إلى مستوى 32,000 دولار و819 وربما حتى 28,000 دولار، أي هذا المستوى، ربما حتى 28,000 دولار هذا المستوى. تلاحظون يجب الانتباه، وكذلك كما قلنا نحن الآن في النطاق، رجعنا إلى النطاق، يعني يجب الانتظار، ليس هناك شيء. الناس التي قالت البيتكوين يا أخي البيتكوين صعد ووصل مستوى 48,000 دولار وأنت لازلت غير مهتم، أنت لازلت غير مهتم بالصعود، ماذا تقول في هذه الحركة الهابطة؟ يلا قل لي ماذا تقول في هذه الحركة الهابطة. الناس التي اشترت فوق هذه الشمعة وتقول خلاص البيتكوين طائر سيطير، التي اشترت فوق هذه الشمعة وقلنا انتبهوا نريد تصحيحا، وهم يقولون لي لا يا أخي وصل السعر 48,000 دولار وأنت لازلت غير مهتم، هذا الأمر هو الذي كنت خائفا منه،
وهو الذي حدث وهو الذي نبأتكم منه، لأننا في بعض المناطق يعني مثلا تكون سائقا وتصل إلى بعض المناطق وتنقص من السرعة وتنتظر تنتبه قبل أن تزيد في السرعة. هذه المنطقة كانت منطقة لعدم الزيادة في السرعة والانتظار والانتباه إلى أن نرى ماذا سيحدث، إلى أن نرى ماذا سيحدث. لأنني دائما قلت لكم هذه الحركات، لاحظوا هذه الحركات ليست حركات قوية، لا تدل على أن البيتكوين سيطير، لا تدل على أن البيتكوين سيطير، لكن إذا صحح هنا ممكن يغير بنيته، ممكن، لأن نحن لا نفرض على السوق ما نريد. إذا سألتموني ماذا أريد، أتمنى أن يكون هذا فقط تصحيحا وينزل البيتكوين ليكسر القاع قبل الصعود حتى أكون متمكنا منه في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة غالية شيئا ما، تلاحظ. لكن هل هذا ما سيحدث؟ لا ندري، لأن نحن لا نتحكم في السوق، لكن نستطيع قراءة الإشارات. وإذا كان هذا كونتراكت وهذه موجودة في عقد، هناك احتمال كبير أن يعود البيتكوين من هنا، وقلناه وكررناه وقلنا أنه حتى يمكن أن يكسر 28,000، ولكن لا أحد يستمع. وقلنا إذا تم كسر النطاق بقوة زائد تصحيح، أوكي، يمكن البحث عن الصعود. هل لدي تصحيح الآن؟ ممكن، لكن متى سيتأكد لأن هذا تصحيح؟ عندما يتم كسر القمة، عندما يتم كسر القمة، لأن هذه حركة قوية ليست تصحيحا بسيطا، ليست تصحيحا بسيطا. حتى لو في 4 ساعات حركة قوية أصدقائي، لاحظوا موجة دافعة تصحيح ثم موجة دافعة. بالتالي متى سأتأكد من أن هذا تصحيحا؟ إذا عاد السعر إلى هنا، ثم ربما حتى عاد هكذا وأعطاني تصحيحا أكبر ثم صعد، أوكي هنا نعم. لكن الآن إذا بقي البيتكوين في هذه المنطقة، في هذه المنطقة، فهذا يقول لأن هؤلاء الذين أنزلوا السعر لم يتركوا السعر لم يتركوا البيتكوين يصعد، مما يعني أنهم أقوياء، مما يعني أن هناك احتمال كبير أن ينزل السعر، منطقة تمركز أموال هنا. أوكي؟ إذا انتبهوا، نحن أعطيناكم ونعطيكم دائما صورة كاملة، نحن لا نعطيكم توصيات، لا نطلب منكم لا الدخول في الصفقات ولا أي شيء، نطلب منكم فقط مراقبة طريقة تحليلنا، وإذا أعجبتكم يمكنكم الانضمام إلى عروضنا. إذا كل من أعجبته هذه الطريقة ويريد استغلال عروضنا عرض دورتين بسعر دورة واحدة، ما عليه، لا تحدث معي عبر هذا الرابط، رابط التليجرام، أنا الذي أجاوبكم مباشرة. خذوا الرابط كاملا واطلبوا رسالة صوتية باسمكم حتى لا يتم النصب عليكم، وكذلك يجب أن تعرفوا أننا لا نقبل الدفع بالكريبتو. لا تنسوا كذلك أن تنتسبوا إلى قناة العميل عارف الكديب، سأضع لكم رابط الانتساب أسفل في التعليقات، ولا تنسوا أن تفجروا اللايكات، ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو، شاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم. لا تنسوا أن العميل عارف الكديب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.